حلقة اي جي ان ويكلي فيكس مدملكم الاسبوع ده برعاية فيلم باسنجرز. اجازة تذكركم دلوقتي عشان تحصلوا على فرصة لربح Gravity Defying Experience. للمزيد من المعلومات زر الرابط بالاسفل. انا صحيت لسبب معين عشان اقول لكم انه في سفينة فضائية مسافرة في كوكب بعيد وعليها الاف من الناس في كبسولات نوم، ولكن لسبب ما شخصين صحيوا قبل 90 سنة من موعد صحيانهم. عايزين تعرفوا انا بتكلم على ايه؟ روح اتفرجوا على فيلم باسنجرز اللي صدر يوم 22 ديسمبر في دور العرض في دول الشرق الاوسط. اما دلوقتي خلينا نبدا حلقه الاسبوع ده من اي جي ان ويكلي فيكس. لعبه سوبر ماريو ران تم تحميلها اكتر من 40 مليون مره في 4 ايام بس. اللعبة صدرت يوم 15 ديسمبر، والعدد الاكبر من مرات التحميل كان في الولايات المتحدة مع اكتر من 11 مليون تحميل، اما في المملكة المتحدة كان اقل بالنسبة 5% بس. وجدير بالذكر ان لعبة سوبر ماريو ران مجانية للتحميل، ولكن عليك دفع 10 دولار عشان تفتح اللعبة بشكل كامل. والجدير بالذكر انه اللعبة تم تحميلها اكتر من 10 مليون مرة في اول يوم، ولكن في ناس دفعوا عليها فلوس لدرجة ان هي وصلت ل 4 ملايين دولار ده في اول يوم بس. ولكن جدير بالذكر كمان ان لعبة بوكيمون جو جمعت 3 ملايين دولار في اول يوم. يا ريت تقولوا لي انت حملتوا لعبه سوبر ماريو ران او لا، وهل عجبتكم او لا في قسم التعليقات. شكلنا كده مش هنشوف لعبه جديده لسوسايد سكواد. زي ما احنا عارفين كانت في شائعات كتير بتقول ان وورنر برادر شغالها لعبه فيلم سوسايد سكواد، ولكن بعد ما الفيلم طلع طبعا وشافوا انه كان انتقاد كتير، طلع خبر من يومين بينفي موضوع ان وورنر برادر بيشتغل على لعبه سوسايد سكواد. ولكن طلع خبر تاني بيقول ان يمكن بيكونوا شغالين على لعبه باتمان جديده من تطوير استوديو وورنر برادرز مونريال. ولكن كده المرة دي شكلنا مش هنشوف لعبة الباتمان نفسه، ولكن للديمين وين؟ والله أعلم. وأخيرا انتشرت مواصفات جهاز نينتندو سويتش عبر شبكة الإنترنت الأسبوع اللي فات كله. مش عارفين إذا المواصفات دي مظبوطة أو لا، بس عايزين تعرفوا المواصفات الكاملة زوروا الرابط الموجود بالأسفل. وده كان كل حاجة عندنا النهاردة، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالأخبار، واستنوني السنة الجديدة أنا علي السيد مع حلقة جديدة من IGN Weekly Fix.